وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الرائد الشيخ سلمان بن أحمد الخليفة مدير إدارة التأشيرات والإقامة في وزارة الداخلية. شيخ نرحب بك في نشرة الأخبار، وهل لك أن تطلعنا على الهدف من خدمة تجديد الإقامة عبر تقنية الاتصال المرئي طبعا لزوجات المواطنين البحرينيين الأجنبيات وأيضا أبناء المواطنات البحرينيات المتزوجات من أجانب؟ مساكم الله بالخير. طبعا ياتي تدشين هذه الخدمه تماشيا مع تعليمات سيدي الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه بالعمل على تعزيز التحول الرقمي وتطوير مختلف الخدمات، حيث تهدف الخدمه لتوفير الوقت والجهد على المراجعين بدل قيامهم بالذهاب الى مراكز الخدمه وحاجب موعد مسبق، واللي قد تسبب في مشكله للبعض لعدم قدرتهم للذهاب لهذه المراكز. حاليا يمكن العميل اتمام هذه المعامله عن طريق تقنيه الاتصال المرئي بعد التاكد من كافه المستندات المطلوبه مطابقتها لاتمام عمليه التجديد. نعم الشيخ، يعني هناك الكثير من التطور الملحوظ في تقديم الخدمات للجمهور من خلال القنوات الالكترونيه من قبلكم، هل لك ان تطلعنا عليها باختصار لو سمحت؟ تسعى شؤون الجنسيه والجوازات الاقامه لزياده عدد خدماتها الالكترونيه وتكون بأعلى معايير الجودة، سعيا لتقديم أفضل الخدمات للجمهور. حاليا يمكن الاستفادة من خدماتنا عبر الموقع الإلكتروني من خلال الموقع الخاص بشؤون الجنسية والجوازات الإقامة اللي هو npra.gov.bh أو البوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh. نعم، إذن الرائد الشيخ سلمان بن أحمد الخليفة مدير إدارة التأشيرات والإقامة في وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.